الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالسؤال موجه لفضيلة الشيخ. عندنا في أمريكا يا شيخ فرقة التي تسمى بفرقة أمة الإسلام التي تدعي الإسلام، فهي تعتقد أولا أن الله حل في كل فرد من السود عامة، وهو متجسد في رجل اسمه فرد محمد خاصة، وأن البيض هم الشياطين. ثانيا أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتم النبيين إلاج محمد، وأنه هو المسيح والمهدي الموعود، وينكرون البعث ويعتبرون البعث عبارة عن انتقال من الجهل إلى العلم، وغير ذلك من الكفريات الصريحة. فالسؤال فضيلة الشيخ، هل في هذه فرقة فرق كافر مرتدة؟ ثانيا ما حكم عوام هذه الفرقة؟ ثالثا هل يعذرون أمثال هؤلاء لأنهم يعيشون في أمصار بعيد عن العلماء؟ والرابعا ما نصيحتكم لمن يتوقف في تكفيرهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعثه الله جل وعلا الرحمة للعالمين وجعله خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول، عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم هؤلاء ما يذكر عن من هذه صفتهم بهذه الأسئلة الثلاثة، هؤلاء ليسوا بمسلمين، هل أسلموا قبل الآن ثم ارتدوا حتى يقول هؤلاء مرتدون؟ هؤلاء لا يظهر أنهم أسلموا، بل هذا جزء من الحلولية، لكنهم جعلوا يحلوا في السود والبيض شياطين، هذا من النكاية يريدونها بالبيض. والحقيقة أن المسلم أخو المسلم، وإنما الشرط في الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه لا نبي بعده، وأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومن لا يؤمن بذلك فليس بمسلم ولا مؤمن. فهؤلاء يعني من يدين بما سمعته في هذه الأسئلة فهذا ليس بمسلم ولا نصراني ولا يهودي. لا شك أنه ما من يهودي ولا نصراني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو لا يقبل منه عمل، إن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويدخل في دين الله الحق فإن مصيره إلى النار. لأن النبي قال ما من يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي ويتبع ما أنا عليه إلا كان من أهل النار. وهؤلاء لا أعتقد أن مسلما يفهم الإسلام ويمكن أن يتردد في كفر هؤلاء. هؤلاء لا شك في كفرهم، ولا يعذر العوام. إن بما عذر المشركين من العرب الله أكبر الذين ماتوا والذين بقوا أحياء إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاهدهم، ما عذر أحدا قال هو معذور لأنه جاهل. النبي ذكر وقد سئل، سأله رجل قال أين أبي؟ قال أبوك في النار وأبي في النار. الله أكبر. الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربة. فليس للمسلم، لا يحق لأي مسلم أن يستغفر لمن مات على الكفر. أما هؤلاء فلا شك في كفرهم، ولا شك في كفر من يعرف ما هم عليه ثم يقول لا أكفرهم. الحقيقة ليس في الدنيا أديان. إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك ما يقال الأديان الأديان، لا أديان في الدنيا الآن. كل من يتدين بدين غير دين الإسلام فهو متدين بالباطل. لا فرق بين يهودي ونصراني ومجوسي
ومثلا الذين لا يعرفون مجوسية ولا شيء ولا إنما يعبدون القبور أو يعبدون ما يخترعونه من الآلهة، كل ذلك كفر لا شك فيه. ومع ذلك ينبغي أن ينصح هؤلاء من قدر أن ينصحهم. الله جل وعلا لم يحل بشيء من المخلوقات ولا حلت المخلوقات به جل وعلا، وإنما هذه كلمة الحلول حرفوها عن وحدة الوجود. وحدة الوجود أن الإنسان هو الله والله هو الإنسان. بل أبلغ من هذا، الدابة وغيرها، هؤلاء اللي يسمون بالحلولية أو وحدة الوجود، يعني الوجود هو شيء واحد، ما في الله وعبد أو عبد والله، لا، كلها نفسه، كله ضلال مبين، كله ضلال مبين، نسأل الله العافية. إلا من كان على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبارك الله فيكم. لكن أيضا الله يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. ينبغي لمن يهيئ نفسه لأن يدعو الآخرين أن يرفق بهم ويبين لهم أنه إنما يدعوهم رغبة في إنقاذهم من العذاب. النبي قال لعلي في وقعة خيبر بين النبي صلى الله عليه وسلم ويهود خيبر: لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. أنفس الأموال عند العرب في الجاهلية الإبل، وأنفس الإبل الحمر منها. فقال لعلي رضي الله عنه، والحديث الصحيحين: هداية واحد فقط على يدك خير لك من أن تملك أنفس الأموال. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين أولا وقبل كل شيء، ثم نجعل المسلمين من أسباب هداية البشر. ولكن أيضا ينبغي أن نطمئن، يقول النبي: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والتعبد لا يصح إلا بما شرعه محمد. لا يتعبد الواحد يقول هذه نسخ وهذا طيب وهذا يوم مولد وهذا كذا، لا، يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا في الصحيحين. وبارك الله فيكم جميعا. فبس للتأكيد يا شيخ، لا يعني لا يجوز أن يعني نشك في تكفير، لا شك، ما سبحان الله. نعم. هؤلاء لا يشك عاقل في كفرهم. نعم نعم. العرب في الجاهلية وهم مشركون لا يقولون الله حل بحد. نعم. فصحيح أن يقول هم من الكفار الأصليين ولا لم دخلوا في الإسلام؟ لا، ما دخلوا في الإسلام. لا يقال هؤلاء المرتدون ارتداد. نعم. الذي يرتد هو الذي كان مسلما فارتد. أي. هذا يدخل فيه باب آخر. نعم. من بدل دينه فاقتلوه. أي. أو الحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة المفارق للإسلام.